الاخرين قلت لك خرب بغيت 120 قاطع الاخرين قاطع الاخرين الخمسه ما عادش ما قاطعش السوق راه 20 ديال 20 السوق راه السوق دابا عطيك الثمن وباغي تقطع الثمن حتى دابا حاليا راكم كتنافسوا مع بعضياتكم باش يفهموا الخوت راكم كاينه منافسه. السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في قناه حول السردي. اليوم حنا في التجمع ديال قلعه السراب. اليوم شفت الكاميرا الحوليه الحوليه ديال الكليخ. خويا بخير الصحيحه، اهلا والزعيم بخير. كيف ما كتشوفوا اليوم جينا نصوروا هذا التجمع اللي تبارك الله فيه الخيرات الخيرات. ان شاء الله باذن الله غادي نوصلوا لكم واحد الصوره اللي تكون ان شاء الله طيبه على جميع الكسابه. بالتوفيق. حاجه واحده، ديروا جيم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، يلاه على بركه الله. تبارك الله ناس قلعه السراغنة، الناس الجود والكرم، جينا عندكم تبارك الله ما شاء الله عليكم. كنقول المزابره ناس الخيرات، ولكن تبارك الله قلعه السراغنة مزابره الخيرات، ولكن تبارك الله قلعه السراغنة ما شاء الله عليكم. تبارك الله عليكم الرجال والكرم، تبارك الله عليكم. قدمك هذا شويه يا صاحبي حسن. حسن حسن ورا ما كانش 50 ما نبيعش، ما خلانيش خويا راني ما بيع. أثمينة مازال مختلفين في الثمن. نعم مازال مختلفين تما في الثمن، مازال مختلفين. هذا كيشري في خمسة دوزيام والاخرين كيشريو في كرومي كيشري في السوبي. وشنو معطيات تقريبا؟ انا ما معطية 130 في الدوزيام. ها؟ معطية 130 في الدوزيام. 130 في الدوزيام. 180 في البروميير. 180 في البروميير. مليون و40 في السوبر. معطية مليون و40، معطية بحال 22، معطية 22000 درهم. 22000. 22000 درهم معطية في السوبر. اه. ومعطية 9000 درهم في البروميير. 9000 درهم في الدوزيام. تبارك الله. هي هذه السلعة، اسمح لي اللي كيشتريو فيها نمشيو عندهم نشوفهم. حسن محمد وهذاك مالي اللي كيبيع فيها مالي غمك عليك صافي الحاج صاحبنا وبغينا نبداو سوبر نقول راه هما اللي قاطع عليهم الحواله، عاطيني 110 انا قاطع عليهم 120. هو راه انا خويا واش هو راه من واش هو على دوك الناس الرباح ديالنا هذا تنضايق على دوك الناس شي فلوس زادت ولا كان يشري خلينا نمشي هو باع الاخر كلام ديال البعض افتح افتح لا ما قاطعك كذبوا. شكون اللي قال لك هذه الكلمه ديالك؟ قلت على عادي قاطع عليهم 140 هذاك السيد اللي مات معايا في الخط حق 110 قطعت لي ب 20 بوحدو. مني شاورت خويا قال لي لا في الاخر من قال هذا الله يربح انا قال لي خويا لا نبيعو انا هما الثلاثه اللي بغيت صافي دابا فوق على الله السوق بيد واحد سوبر جوج برومي الله يسر لك. الله يسر لك تبارك الله. السلعة الاسم ديالك خضور. ها خضور خضور كساب خضور وقع السراغنا كيبيع السلعة من بعد ما توشمت. شحال خدا من السوبر؟ ثلاثة السوبر خدا ثلاثة السوبر واحد شويه خليهم يتيسوا فيصل الله يسر لكم الامور الخوت. الله يسر لكم الامور النخبه تبارك الله
ديال القراقرة حاضرة قدامنا مع مجموعة. تبارك الله سبوع عز الدين خويا الحاج الكبير. بني مسكين جاو عاد ولا تسوقوا السراغنا. السراغنا جاو يحاضروا يشوفوا حيت السراغنا تبارك الله كيجيو عندكم وانتم كتمشيو عندهم وكتحاضروا تبارك الله. ما كيشربوا عندنا حتى يشربوا عندهم. كتبدل الدم تبارك الله والحمد لله النخبة حاضرة قدامنا تبارك الله خويا عبد الحق تبارك الله. سي النازي الحاج ميلودي تبارك الله. النازي ياسر حسن تبارك الله. ميلودي عمر تبارك الله. ديال هنا ديال نوح نوح تبارك رئيس ديال التجمع ديال التساوي ديال التساوي تبارك الله. السي الحاج مصطفى تحيه لجميع الكسابه ونبغيو اي انسان يكون مستمر في هذا العمل. الجميل اللي في الامر انا كيعجبني انتوما كاملين الحمد لله شحال من واحد دابا حاليا راكم كتنافسوا مع بعضياتكم باش يفهموا الخوت راكم كاينه منافسه ها باش يفهموا المتابعين هادو راه كيتنافسوا ولكن انا كنت هضر انا والحاج ميلودي والسي مصطفى هضرين على الفوله يعني مثلا اشنو ناقصنا ماشي بحال كلشي بحال تعرف شنو ناقص تبارك تحسن زيد تحسن باش يفهموا الخوت هادو راه غيتنافسوا نهار شي باذن الله خميس كنوعدوا في الحسابه ديال التجمع الشمالي كاملين نتلاقاو ونديروا معك شي حوار مرحبا كلهم اللي غيمشي يزريشو كلنا هيت على ما بالك الله ييسر لكم وراكم كتشرفونا حنا تما في المنطقه تبارك الله سير سير مشات عليها ومستمرون الله ييسر لكم بعد برومير عند الحق عند الكليخ خذ راحتك دخل